السلام عليكم. تشهد صنعاء العاصمة المكتظة بالسكان مخاوف بشأن حدوث مواجهة بين ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح. يأتي ذلك عقب اشتباكات بين قوات تابعة لطرفي الانقلاب في إحدى نقاط التفتيش بأمانة العاصمة. هل ينفجر الوضع بصنعاء؟ وما مغبة انفجار الأزمة بين قوتين مفخختين بالموت والفوضى في مدينة يقطنها أكثر من 2 مليون يمني؟ خصوصا مع ما يقول مراقبون إنه استعدادات عسكرية وأمنية في شوارع صنعاء وأحيائها والجبال المحيطة بها، وأن كلا الطرفين لا يلقيان بالا لحياة الناس، ولا توجد كوابح يمكنها أن تحد من آثار تفجيرهما للوضع. هناك من يقول أن صالح بات محصورا في زاوية ضيقة من خلال البيانات والتصريحات التي أكدت أن الميليشيا باتت تسيطر على أدوات اللعبة في صنعاء، لكنها كما يبدو لعبة مميتة تراقبها الأطراف الدولية بصمت غير معروف الأسباب. وفي سياق كل ذلك تتزايد المطالب للحكومة الشرعية بالتحرك السريع عسكريا وتأمين السيطرة على مناطق جديدة، استثمارا لما يبدو أنه تصدع يستمر بالتوسع في تحالف الانقلابيين المستمر منذ أعوام. مشاهدينا الكرام، حول هذه التساؤلات والتناولات وغيرها ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة مع ضيفي في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية دكتور عادل المسلي. أهلا بك دكتور. إذا مشاهدينا الكرام سنبدأ النقاش، لكن قبل ذلك نتابع وإياكم هذا التقرير. مجددا صنعاء في واجهة الأحداث، انتقلت المعركة إلى ما هو أبعد من التراشقات الإعلامية واكتملت نذر الخوف بتصادم مسلح. خطوة متقدمة أسفرت عن 6 قتلى وجرحى بين ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح في نقطة أمنية في مربع المخلوع بالعاصمة صنعاء. اتهامات نارية وتسابق محموم للسيطرة على العاصمة وتقسيمها إلى مربعات أمنية تخضع لطرفي الانقلاب. خلافات بدأت حول تقاسم نفوذ السلطة ومصادر الأموال العامة لتصل هذه المرة إلى معركة وجود، لتتصاعد وتيرة التوتر وتتسع هوة الخلاف بتسارع محموم. يطالب الحوثيون بحسم معركة مع صالح والتخلص من خطره المحتمل، وفي المقابل يستعيد أتباع المخلوع الخطاب الجمهوري مطالبين بدورهم أيضا في إنهاء الشراكة المنقوصة مع ميليشيا لم تعترف بما قدمه المؤتمر لهم وتحاول إقصاء كوادره من الغنيمة والسلطة. وبين الطرفين تقبع صنعاء المكتظة بسكانها لتواجه قدرها بين خصمين أحمقين، إذا اتفقا نهب قوتها وإذا اختلفا كان الثمن مضاعفا. يقول مراقبون إن عجلة المواجهة انطلقت ولن تتوقف إلا لدوافع تكتيكية مرحلية، إذ ترتفع مؤشرات القلق على الكتلة السكانية التي تتجاوز 2 مليون نسمة في العاصمة صنعاء وحدها في حال اندلاع المواجهات، ناهيك عن مخاطر استثمار هذه الموجة في افتعال أعمال عنف وإلحاق الأذى بالمدنيين. بالمقابل يتخذ الجميع مقاعد للفرجة في ترقب لما ستؤول إليه الأحداث في الأيام القادمة ولحساب من ستمير موازين القوة. حليف الانقلاب اللذان خسر الكثير من الأراضي باتت صنعاء تمثل عمقهما الاستراتيجي ورهانهما الأخير، وكما يبدو أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذا التصعيد غير مبرر، كما أن موقف الحكومة الشرعية والتحالف لا يبتعد كثيرا عن ذلك. في انتظار التقاط خيوط اللعبة والاستفادة من الخلاف بين طرفي الانقلاب من أجل تحقيق مكاسب عسكرية تقربهم من صنعاء المختطفة. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي هنا دكتور عادل المسني. دكتور، إذن كيف تتابع ما يجري في صنعاء من توتر بين حليفي الانقلاب؟ أعتقد أن التوتر الآن أفرزته طبعا الانهيارات الواسعة في صفوف الانقلاب نتيجة للفشل الكبير في تحقيق أي نصر عسكري على مستوى المعارك الممتدة في الوطن. وأعتقد أنه الفشل التراكمي ولد هذا الضيق داخل صفوف الانقلاب وكان أحد أبرز ظواهر الانفجار اليوم، فضلا عن أن الانقلاب الآن قصدي الحوثيين يدركوا بأن صالح الآن يلعب لعبة خطرة مع التحالف وبالذات مع الإمارات، وأن الإمارات ضالعة فيما يحصل الآن في صنعاء من خلال إخراج صالح، هذا الإخراج الجماهيري الواسع الذي يريد أيضا صالح من خلاله أيضا إرسال رسالة للمجتمع الدولي وللتحالف بشكل أساس من أنه الفاعل
داخل اليمن، وهو القادر على تحريك الجماهير بشكل كبير من خلال الحشد الجماهيري الواسع، وأنه الوحيد القادر على هذه إبراز هذه الحشود خارج حلقة النار المشتعلة في اليمن. وبالتالي أعتقد أنه أثار فزع الحوثي بشكل كبير، خاصة وأن الصراع الآن محتدم حول حزام القبائل الممتدة في صنعاء وفي الهضبة نفسها، والتنافس الآن صار حتمي بين طرفي الانقلاب حول كسب ولاء هذه القبائل، والتي يبدو أنه من خلال الحشد ظهر أن هذه القبائل ذهبت إلى 70 في إشارة مخيفة، وأثارت الفزع حقا لدى الحوثيين بأن هذه القبائل التي كانت حقا تصرخ أو تعلن الصرخة مع الحوثي الآن من خلال الحشد الجماهيري الواسع الذي كان في 70 ثبت أن كثير من هذه القبائل ذهبت إلى 70، وهذا ينذر بخطر كبير باعتبار أنه لا يمكن الحديث الآن عن جيش نظامي، إذ تعرض هذا الجيش لنزيف هائل نتيجة للضربات القوية المستمرة ونتيجة للمعارك الممتدة مع الشرعية. فالآن الاعتماد الكبير على القبائل الممتدة في هذه الهضبة، وبالتالي هي التي تمون هذه طرفي الانقلاب بالعناصر والأفراد والتجيش، وبالتالي التنافس الكبير حول هذه القبائل، وبالتالي يعني بدأ الصراع نعم في كسب ولا هذه القبائل، ومن ثم برز هذا التحدي بشكل كبير من خلال هذا التجيش الجماهيري الواسع. يعني إذا ما اعتبرنا أن ما حدث في 70 معركة على أطر ليست يعني عسكرية بطبيعة الحال، هناك أبعاد أخرى لهذه الواقع ما حدث في 70، هل كسبها المؤتمر أو جناح المخلوع في المؤتمر؟ أعتقد أنه المخلوع أراد أن يغازل المجتمع الدولي بشكل أساسي والخليجي بشكل كبير من خلال أيضا اللعب على ورقة الجماهير والشرعية الجماهيرية، وأنه أيضا هو الفاعل الكبير والقوي والقادر أيضا على تحريك الجماهير، وأعتقد أنه هذه هي اللغة الأكثر احتراما وسماعا في العالم، لغة السلاح والميليشيات والقتال أعتقد أنه مكروهة لدى المجتمع الدولي، وصالح يلجأ إلى هذه مغازلة المجتمع الدولي عبر أيضا تحريك الكتل الجماهيرية الكبيرة. وأراد أيضا أن في وسط طبعا كثير من الأخبار التي تتأكد لدى الحوثيين بأن هناك أيضا إعادة هيكلة النظام السياسي بحيث يعود إلى الواجهة نظام المخلوع من جديد، والإمارات مع الأمريكان ضالعين بشكل أساس في هذا الإخراج، وبالتالي هناك قلق كبير للحوثي، ويبدو أن هناك هذا القلق مرده شيء أين استخباراتي، ومرد شيء آخر أيضا معرفة وإدراك الجانب الحوثي بشخصية المخلوع التي لا عهد لها أيضا. يعني ما حدث خلال الليلة الماضية كان ردة فعل بما حدث في 70. الأمور تتفاقم، قلنا لها امتداد، الامتدادات الضاربة أولا نتيجة للفشل الكبير في إحداث أي نجاح في أي اختراق للعملية العسكرية، أيضا خيط المصالح الذي جمع طرفي الانقلاب الآن بدأ يضيق بشكل كبير من خلال التقدم الكبير لقوات الشرعية، ومن خلال التضييق الهائل لقوة التحالف لشقي الانقلاب، فجر أيضا صراعات كبيرة داخل طرفي الانقلاب. أيضا قلنا إن هناك ترتيبات أيضا تقودها الإمارات لإعادة أيضا المخلوع أو نظامه، أيضا فجر قلق هائل لدى الحوثيين. تأتي في صدد وسط هذه المخاوف الكبيرة الدعوة الجماهيرية الواسعة لصالح، والذي أراد أن يستثمر هذا البعد أيضا بشكل كبير، فجر أيضا مخاوف أعمق لدى الحوثيين. نهيك أيضا أن الصراع بدأ الآن يأخذ بعد خطير وكبير لدى قيادات هائلة جدا، لدى قيادات كبيرة الآن عبد الملك الحوثي نفسه والرئيس والمخلوع صالح يقود هذا الصراع المفتوح والواسع بنبرة تخوينية كبيرة في وسط أيضا قلنا في وسط محتدم ومحتقن، وبالتالي الصراع صار الآن حتمي. أعتقد أنه ما أفرزته الآن صنعاء من خلال هذا الأعمال العنف الآن التي استهدفت رمزية كبيرة جدا لها أيضا علاقة مباشرة بصالح، وهو الرضيع. أعتقد أنه شخصية عسكرية كبيرة جدا، كان عسكريا ثم نعم عقيد في مكافحة الإرهاب ثم نعم تحول إلى عمل سياسي. الحوثي يروا أن هذا العمل السياسي الذي كان يقوم به قبل أن يغتال أنه مرتبط أيضا بالعملية إعادة المخلوع، أيضا التواصل مع التحالف، وبالتالي يحملونه مسؤولية ويتهمونه بشكل مباشر، ويأتي أيضا ملابسات الاغتيال وسط هذا
هذا الاتهام الكبير لهذه الشخصية المرتبطة أيضا بشكل مباشر بصالح. أعتقد الرمزية من خلال الاستهداف، ويقال أن هناك أخبار بأن أيضا صلاح بن المقلوع أيضا أحد جرحى هذا الحادث. أعتقد أنه الرمزية الأشخاص الذي استهدفهم الحوثي أن مردها أيضا معلومات استخباراتية واسعة. هناك قلق كبير، هناك مخاوف، بدأت الصراع يتفجر بشكل كبير. أعتقد أنه شقي الانقلاب الآن وصل إلى مرحلة اللاعودة، والآن العاصمة تشهد اشتعال كبير، واعتقد أنه الأيام والسويعات القادمة ستتفجر العنف بشكل أكبر، وبالتالي التحالف والمجتمع الدولي معني بشكل أساس في لقم هذا الصراع. الآن أصبح الدول التحالف باعتبار أنها تملك النفوذ الأوسع داخل اليمن وتتحرك عبر شرعية دولية، والمجتمع الدولي يجب أن يوقف هذه اللعبة. الآن صار واضح أنه طرفي الانقلاب هم من قاد أدرجوا اليمن في احتراب كبير، والآن أيضا يغرق صنعاء في هذا الاحتراب الكبير. طيب، وبالتالي مسؤولية تتحتم على المجتمع الدولي وعلى سنعود التحالف. يعني لما على المجتمع الدولي أن يقوم به، ولما يعني ما هو واجب الحكومة تجاه الأوضاع في اليمن عموما وصنعاء تحديدا. لكن قبل ذلك دعنا نشرك معنا في الحوار دكتور الصحفي حبيب الظبياني الذي ينضم لنا عبر الهاتف من صنعاء. أهلا بك أستاذ حبيب. نعم أخي الكريم، أهلا بك وأسعد الله مساءك ومساء الأخوة المشاهدين جميعا. حياك الله، أهلا بك أستاذ حبيب. إذن كيف تتابع ما يحصل في صنعاء؟ ما الجديد في هذا اليوم؟ أخي الكريم، أولا دعني أحييك وأحيي ضيفك وأحيي الأخوة والأخوات من اليمنيين في الداخل والخارج المتابعين لقناة بلقيس. واسمح لي أن أقول لك وللمشاهدين الكرام وخاصة في الخارج أن هناك ربما تهويل إعلامي كبير لما حدث، وأنا أرى ضيفك إلى جوارك ربما متحمس وهو لا يدرك أن الوضع في صنعاء والحمد لله ربما لا يكون بهذا القدر الذي يتحدث عنه الإعلام. في الحقيقة حصلت هناك مواجهة ربما كانت نتائجها هو مصرع أو مقتل خالد الرضي الذي كان أحد خبراء القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب سابقا حتى العام 2012، وعين من قبل أو من قبل حوالي 6 أشهر من قبل المؤتمر الشعبي العام نائبا لرئيس دائرة العلاقات الخارجية. كان لها صدى ربما في وسائل الإعلام ولدى الناشطين والمهتمين في الشأن اليمني سواء في الداخل أو في الخارج، لكن في الحقيقة أن شركاء الداخل ربما أدركوا أن هذه الحادثة لها تبعاتها، وربما قد تنتج عنها صراع دموي في داخل البلد يؤدي إلى تزعزع الجبهة الداخلية والخارجية كما يصفونها. لكن في الحقيقة الأمور والحمد لله بعد المواجهات التي حصلت أمس وهي في منطقة معينة في العاصمة صنعاء في منطقة حدة في التحديد، عادت الأمور إلى نصابها. وأنا كنت عائدا قبل حوالي الساعة 3 عصرا في جولة المصباحي، والأمور الحمد لله مستقرة، وهناك العديد من الناس الذين يمرون في المنطقة نفسها، والناس أيضا ربما أصابهم الكثير من الهلع والخوف لتطور المواجهات بين شركاء الداخل، إلا أنها ربما والحمد لله إلى حد الآن الأمور مستقرة نوعا ما. طيب، يعني دعنا نتحدث أكثر عن ردود الفعل على الأقل الرسمية بالنسبة لشريكي تحالف الانقلاب بداخل صنعاء. كيف كانت ردود فعلهما تجاه هذه الحادثة على المستوى الرسمي على الأقل، قبل أن نتحدث عن المستوى الشعبي أو الإعلامي يعني لكلا الطرفين؟ في الحقيقة أخي الكريم دعنا أيضا نكون منصفين، أن هناك أو لا ننكر أن هناك احتقان قائم في الساحة السياسية وخاصة بين شركاء الداخل المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، لكن هناك تداعيات ربما وكما ذكرت لك سابقا من شركاء الداخل، وتداعياتها ربما كانت ليست بالشكل الذي كما قلت لك حوله الإعلام. أنا طلعت أمس على البيان الذي أصدره المؤتمر الشعبي العام، والذي لم يسمي البيان الذي لم واختفى البيان بالإشارة إلى أنه قتل على يد جماعة لا يعرفون الأخلاق والعهود والمواثيق، معتبرا أن السكوت عن هذه الحادثة قد يفتح الباب لجرائم كثيرة من هذا النوع إذا تم التهاون مع القتلة، هذا حسب وصف البيان، ولم يشر إلى جماعة أنصار الله بالاسم الصريح والواضح. نعم. أيضا دعني أخي الكريم أن أقول لك، وهذا ربما يكون حصري إذا لم يكن قد سرب إلى الإعلام لقناة بلقيس،
وحسب المصادر ومصادرنا موثوق فيها أن هناك لقاء اليوم جرى بين قيادات عليا بين الطرفين، حضره عن جانب المؤتمر هو عارف الزوكا، وعن جانب أنصار الله محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم الجماعة، واتفقوا حسب مصادرنا على تنفيذ الاتفاقيات السابقة والمحاضرة الموقعة بينهم، وعلى التهدئة الإعلامية وعلى ضبط النفس بين الطرفين سواء في الجانب الإعلامي أو في الجانب العسكري. أيضا من التداعيات أيضا حقيقة، وهذه ربما واضحة للعيان، أن هناك الكثير من نشطاء المؤتمر الشعبي العام سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر النزول للميدان للدعوة إلى مظاهرات لفك الشراكة ما بين الشريكين، وهناك ضغط ربما من قبل النشطاء ومن قبل الإعلاميين وبعض قيادات المؤتمر الشعبي العام إلى فك الشراكة ما بينهم وما بين أنصار الله. إذن أشكرك حبيب الضبياني الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. إذن بالعودة لك دكتور، كيف تعقب على ما طرحه الأستاذ حبيب؟ أعتقد لا يمكن احتواء الأزمة الآن، تفجرت بشكل كبير، والمتابع الآن يشهد أن هناك بيانات مستمرة تخرج من قيادات المؤتمر الشعبي العام ومن رموز وقيادات كبيرة في شقي سواء المؤتمر الشعبي العام أو اللجان الشعبية. أعتقد أن هناك حالة من التخوين لكلا الطرفين، وهناك أيضا لهجة نبرة لم نشهدها من قبل، هذا يأتي وسط احتقان قلنا سياسي كبير، وهناك أيضا انتشار مسلح للميليشيات. يعني هذا بعيدا عن التصريحات الرسمية التي تنشر، يعني ما ينشر على وسائل الإعلام من مصادر رسمية لا يعني بالضرورة ما يحدث على الأرض و الحالة الفعلية لكلا أنصار الطرفين، أليس كذلك؟ بلا شك سيدي، الآن هناك الحوثي دفع بمجاميع هائلة جاءت من صنعاء عقب التظاهرة الجماهيرية أو الاحتشاد الجماهيري اللي دعا له صالح، وهذا أيضا تصعيد خطير جدا للغاية، وهذا له دلالاته الخطيرة على تفجير الوضع، فهو دفع بقوات مسلحة واسعة تزيد عن 600 طاقم، وبالتالي هم موجودين الآن في صنعاء، هناك تحشيد عسكري كبير وانتشار ايضا يقال لقوات للمؤتمر للحرس الجمهوري حول ايضا السبعين والزبيري. اعتقد ان هناك الان حاله من الترقب والحذر، تاتي ايضا هذه الاغتيالات لتفجر وسط هذا ايضا الاحتقان الكبير، نذر خطر كبيره ياتي ايضا في ظل ايضا توتر سياسي كبير من قيادات ايضا مؤتمريه وقيادات ايضا الحوثي. قلنا هناك حاله انفلات سياسي كبير، انتشار عسكري، وهناك أيضا اغتيالات كبيرة جدا. صنعاء تشهد الآن اشتعال، أعتقد أنه في السويعات القادمة، أعتقد أنه هذه أيضا الاجتماعات التي يقول عنها تفسر أيضا مدى الخوف والروع الذي انتشر في صنعاء، وتحاول أيضا لجم ما حصل التداعيات التي بدأت تحدث في صنعاء، لكن أعتقد أنه الأمور سارت إلى اللاعودة. طيب يعني إذا ما تحدثنا عن نذر مواجهة كما تتفضل دكتور عادل، ما هي التبعات الممكن حدوثها بالنسبة للمدنيين في صنعاء؟ أليس هناك خوف حقيقي تجاه الأوضاع في صنعاء، خاصة أنها مدينة مكتظة بالسكان؟ بلا شك سيدي، العاصمة الآن تشهد توتر كبير، تشهد احتشاد عسكري كبير لقوات تأتي من خارج صنعاء فضلا عن القوات الموجودة للمخلوع في داخل صنعاء. أعتقد أن تحولت صنعاء الآن إلى ثكنة عسكرية تهدد الأمن والاستقرار، وهذا أيضا يفرض تساؤلات كبيرة على المجتمع الدولي وعلى الدول التحالف التي هي معنية بشكل أساسي في لجم هذا الصراع، على اعتبار أن هذا انقلاب يهدد الأمن والاستقرار ويهدد المصالح أيضا الإقليمية والدولية في المنطقة، على اعتبار أن التحالف أيضا يتدخل ضمن أيضا المرجعيات، وهو المسؤول الأول عن الأمن والاستقرار في اليمن، وهو الأكثر انتشارا والفاعل الكبير والمتحكم أيضا بمنافذ البحرية والبرية لليمن، وبالتالي منوط بشكل أساسي في متابعة كل هذه التصدعات الكبيرة والتي قد تحدث كوارث على الأمن والاستقرار وعلى حياة المدنيين، وبالتالي المسؤولية ملقى بشكل أساسي على التحالف، ملقى على المجتمع الدولي. الآن الكرة بيد المجتمع الدولي والتحالف أيضا ليضع النقاط على الحروف، على اعتبار أن الانقلاب هو في الأصل هو من أدرج اليمن في هذا الاحتراب الكبير وفي هذا الانفلات الكبير والفوضى العارمة التي ندفع ثمنها إلى اليوم، والآن يفجرها أيضا في صنعاء. الآن صار
لزام على المجتمع الدولي وعلى أيضا الدول التحالف أن يتحركوا. والآن صار الأمور مكشوفة بشكل واضح وكبير أن قوى الانقلاب الآن تفجر الأمن وتفخخ الأمن والاستقرار حتى في صنعاء وفي مناطق الانقلاب، وبالتالي الأمر معني بدول التحالف، معني بالمجتمع الدولي أن يتدخل وبشكل الآن ملح، لأن القضية الآن صارت تهدد، قلنا مدينة العاصمة المكتظة بالسكان بعد أيضا أن فجروا اليمن برمة دون حرب محرقة. صار الآن ينعكس أيضا هذا الصراع على هذه الأدوات والميليشيات حقا، وهي ميليشيات خارج القانون وتعمل أيضا وفق ما يسمى في القانون الدولي انقلاب، وبالتالي الآن صار الموقف واضح وقلي ومكشوف، لم تعد أيضا سلطة أمر واقع كما كانت تقول ذي قبل، الآن صارت تفجر صراع، صارت الآن تفخخ صراع داخل العاصمة صنعاء، صار هناك احتشاد دفع بمجاميع مسلحة وسط مدينة تكتظ أيضا بملايين البشر، وبالتالي صار الآن التدخل حتمي لدول التحالف، وصارت المسؤولية الآن ملقاة على دول التحالف وعلى المجتمع الدولي. طيب يعني دكتور عادل، لنتحدث عن موازين القوى بداخل تحالف الانقلابيين في هذه الظروف الموجودة حاليا، لمن تميل الكفة؟ من ممكن منهما أن يستفيد فيما يعني فيما إذا حصل مواجهات فيما بينهما، أو من ممكن أن يتغلب على الآخر في حال حدوث ذلك؟ حقا شقي الانقلاب تعرضوا لنزيف كبير، وتعرضوا ايضا لخسائر هائله خلال 3 سنوات، هناك حرب ضروس ممتده على جبهات مشتعله في اكثر من محافظه، وبالتالي القوات الشرعيه والتحالف استطاعت ان تلقن الانقلاب ضربات هائله وخلال 3 سنوات، واعتقد انه هذه الضربات قلنا في جزء منها هي التي سببت الانتكاس اليوم والازمه داخل صفوف الانقلاب. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا أعتقد أنه الطرفين الآن صار يتنافسا على كسب ولاءات القبائل، قلنا وهذا عنصر أساس الآن أضاف إلى الأزمة بعد آخر، ومن خلال أيضا التحشيد في صنعاء أعتقد أنه المخلوعة وأعضاء المؤتمر يعانوا من تهميش كما يقولون، من تهميش وغطرسة حوثية مستمرة وتهميش واسع النطاق داخل مؤسسات الدولة، وإخراجهم من أيضا المربع الحكم، وبالتالي أيضا هناك اتهامات كبيرة لقيادة المؤتمر الشعبي العام للحوثيين أنهم مارسوا تهميش، وأيضا الرواتب التي أيضا يتحكموا بها بشكل كبير، فبالتالي أعتقد أنه العملية الضائقة النفسية بدأت تتسع بشكل كبير، وفراز هذا أيضا المؤتمر من خلال الحشد الكبير أراد أيضا أن يرفع معنويات المؤتمر الشعبي العام التي عانوا قلنا من إرهاصات كبيرة جدا نتيجة لممارسات الحوثي ونتيجة لانعكاسات الحرب المروعة في المشهد اليمني، وبالتالي لكن حدث الحشد نفسه فجر مشكلة بدل أن يعالج مشكلة، وبالتالي ألقى بظلاله أيضا على نفسية الحوثي. حقا الحشد أفزع الحوثيين من خلال قلنا الاصطفاف الكبير الذي أراد أيضا صالح أن يوجهه للحوثيين، وأراد أيضا أن يوجه رسالة في الأساس للحوثيين بأننا قادرين أيضا على حشد أكبر قدر من القبائل الموجودة أيضا حول صنعاء وأيضا في عمران وغير ذلك، وبالتالي استطاع أن يحشد كم كبير جدا من القبائل إلى صنعاء. الحوثي أيضا بدوره دفع بمجاميع مسلحة من صعداء إلى صنعاء، وبالتالي بدأ الآن يترجم الصراع بشكل قوي الآن وفاعل بين طرفي الانقلاب. أعتقد أنه لكل أدواته الآن، لكل عناصره، لكن أعتقد أنه كلا الطرفين الآن ضعيف ويشعر بضائقة كبيرة جدا نتيجة الاستنزاف الواسع، و الدفع باتجاه تفجير الموقف هو يفسر حالة العجز الكبيرة لدى الطرفين. طيب دكتور، دعنا نستكمل هذا الحوار، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أجدد ترحيب بكم وبضيفي هنا دكتور عادل. دكتور، يعني تحدثنا عن ما يجب بالنسبة للحكومة الشرعية والتحالف كذلك فعله، لكن ما حقيقة موقف التحالف أو قوى بداخل التحالف تجاه ما يحدث في العاصمة صنعاء، تجاه ما حدث في 70؟ يعني نحن رأينا من خلال تغريدات أو تصريحات وزير الشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، تحدث على ترحيب ورغبة من في أن يتبوأ أو يعني
يدفع صالح بي إلى واجهة هذا المشهد وتشجيع له في الخروج بمواجهة الحوثيين؟ ما هو الموقف بشكل عام بالنسبة لقوى التحالف؟ بلا شك أن التحالف والشرعية بشكل أساس أنه التفجير صراع داخل شقي الانقلاب هو يعجل من النهاية للحرب المزمنة في اليمن، لكن أعتقد أنه التحالف ليس في واقع الاستفادة من المعارك الحاصلة الآن، لأنه التحالف الآن يتخوف لا زال من الشرعية ولا زال يقرب في ساحة الشرعية، وبالتالي أعتقد أنه الإمارات مطورطة بشكل كبير في الصراع الموجود، والإمارات تريد إعادة النظام المخلوع إلى الواجهة، وبالتالي هي مارست تغييب واسع للشرعية خلال 3 سنوات تمهيدا لمشهد اليوم، وبالتالي الإخراج الكبير لصالح وإيصال رسالة بأنه القادر على التجيش وأنه الفاعل الحقيقي داخل الساحة اليمنية هو ممنهج أعتقد ومخطط له، وهناك تواصل مع بصمات لو بصمات واضعة مع الإمارات، وأعتقد أن الاستخبارات الحوثية أدركت أن هناك أيضا مخطط للتحالف تقوده الإمارات بشكل واضح لإعادة المخلوع للواجهة، وهذا ربما ما دفعها للاستعراض في 70 بعد انتهاء حشود المؤتمر، أليس نعم كذلك؟ وبهذا فجروا نعم الموقف الاستباقي الآن، لأنهم أدركوا أن هناك أيضا دور للتحالف في إعادة المخلوع للمشهد، وبالتالي دفعوا باتجاه التصعيد، هذا واضح. لكن أعتقد أنه أيضا تغييب الشرعية خلال 3 سنوات وأيضا الحلقة الأضعف صارت في المشهد اليمني هي الشرعية نتيجة لقبضة الحديدية للإمارات على المناطق المحررة بشكل كبير، وإخراج الشرعية من دائرة الحياة السياسية بشكل كامل، هذا يمهد أيضا لعودة الثورة المضادة، وأعتقد أنه الإمارات مورطة بشكل كثير في الترتيبات التي تحصل الآن في صنعاء. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار دكتور الناشط السياسي الأستاذ يحيى الثلاي الذي ينضم لنا عبر الهاتف الآن. أهلا بك أستاذ يحيى. مساء الخير أخي العزيز. حياك الله. إذن أستاذ يحيى، يعني عندما نتحدث عن معادلة القوة بالنسبة لتحالف الانقلاب نرى هناك أجنحة عسكرية أجنحة سياسية، أيضا ربما هناك من يقول أن اللعبة الآن باتت عسكريا لصالح الحوثيين لكنها سياسيا مع المخلوع صالح، كيف ترى هذه المعادلة أنت؟ أولا مساء الخير عليك وعلى مشاهديكم وعلى ضيفك الكريم. ما يحصل في صنعاء هو أن هناك للصيني أو مجنونين بيدهما ترزانة سلاح هائلة دمر اليمن واجتاحها مدينة بعد مدينة ابتداء من دماج وصعد وصولا إلى عدن. هذه الجماعة اليوم التي انقلبت على النظام الجمهوري وانقلبت على أحلام اليمنيين وتطلعاتهم ومارست الغدر والخديعة في كل طموحات في كل حروبات السعودية بحق اليمنيين من صعد إلى 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 عدن. لم يكن حروبها واضحة، قررت بالقوة السياسية، أجمع قررت بالمؤسسات الحكومية، قررت بأجهزة الدولة، قررت بالجيش، قررت بالأحزاب في كل مراحلها. اليوم يتحصل ذلك لأن ما بني على باطل أساسا فهو باطل. ما يجري في صنعاء اليوم قد يمثل يعني الحكم على أن هناك طرف أصبح قوي عسكريا وطرف ضعيف مبكر وسابق لأوانه. هناك كل منهم أوراق قوة وكل منهم أدوات بإمكانه أن يستخدمها ولا تزال غير مستخدمة إلى الآن، سواء الأوراق في المجال السياسي أو عسكري. صالح لا يزال بيده قوة والعود لا يزال بيده قوة، إلا أن الأمور تتجه إلى مواجهة وهي نهاية يعني متوقعة لانقلاب مشكوك وتحالف يعني بين مجرمين، وكما تعلم بينهما خصومة سابقة وبينهما تربص وثار، بينهما ست حروب بصادة، بينهما تعالي ومكر، أحدهم يطمح في عودته إلى ما كان عليه قبل 33 سنة والآخر يطمح إلى أوهام الولاية التي جاءت في على يد الرسي في عام 284 هجرية. طيب يعني عندما نتحدث عن احتمال تفجر أكبر للوضع بينهما، هناك بطبيعة الحال تخوفات من تداعيات على مستوى السكان وما قد يحدث للمدنيين، وهناك في المقابل أيضا تساؤلات حول أن صنعاء دائما ما يحسم الوضع فيها هو المحيط القبلي حول هذه العاصمة. معركة المحيط القبلي وفكرة من سينحاز إليه المحيط القبلي بداخل صنعاء برأيك كيف ستكون في الأيام المقبلة؟ المحيط القبلي أيضا منقسم، يعني بالنسبة لمعسكر الانقلاب منقسم بين الحوثي وصالح. نعم. طيب بالنسبة لي يعني إمكانية
حدوث اي اعتقد تبرير يعني او توقع مبالغ فيه. في حروبنا في حروب ال70 التي شهدت العاصمه صنعاء كانت وحصار 70 اليوم بعد ثوره سبتمبر كارثه 48 عندما سمح الامام احمد حميد الدين لقبائل الطوق ولقبائل ذمار ولغيرها قبائل انس وقبائل طوق صنعاء دخلت نهبت العاصمه ومارست فيها نهب وخراب لم يحصل في تاريخ اليمن. ايضا في عام 2011 شهدت صنعاء حرب مجزرة الكرامة طوال تقريبا 3 قرون لم تشهد اليمن جريمة بحجمها، ولا تلك المواجهة انقسمت صنعاء إلى قسمين لا تشهدها جريمة. ربما اليوم إن حدثت مشكلة فستكون صورة أكثر دموية مما حصل مما شهدته مدن اليمن، سيكون نسخة من داعش نسخة من صنعاء احتمال توتر الأوضاع وكارثيتها. طيب عندما نتحدث عن العامل الذي يمكن أن يحسم الأوضاع في داخل العاصمة صنعاء، ما هو هذا العامل أستاذ يحيى؟ إذا ما تحدثنا عن نقطة أو عامل يمكن أن يحسم الأوضاع بداخل العاصمة صنعاء، سواء إلى نوع من التهدئة أو إلى تفجر أكثر كما يعني يتحدث هنا ضيف الدكتور عادل من المتوقع أن يحدث، ما هو هذا العامل برأيك؟ إذا مرت إذا تجنبت الحرب فسيكون بالتأكيد هي أن يمارس صالح خيانته ويبيع رفاقه ورجاله، كما استمر صالح يبيع مؤسسات الدولة ويبيع رفاقه ويبيع حلفائه من القوى السياسية والوطنية. بالتأكيد ليس بعيدا أن صالح سيتخلى عن رفاقه والذين كان آخرهم البارحة، مثلما تخلى عن كثير وتخلى عن الجمهورية وتخلى عن عبد ربه منصور هادي ونائب المؤتمر الشعبي العام ونائبه فيه ورئيس الجمهورية، وتخلى عن علي محسن الأحمر، وتخلى عن الحصانة السياسية التي اكتسبها في 2011، لطالما تخلى علي عبد الله الصالح طوال تاريخه السياسي عن كل التزاماته وعن كل مواثيقه، وبالتالي ليس مستغربا ان يبيع القبائل هذه الذي قرر بها والتي لا تزال بحوزته وان يسلم السلاح مقابل رقوتين. لكن ايضا حتى وان سلم السلاح فيبدو ان نشوه بني هاشم لن تنطفئ وانتفاشة بني عبد مناف لن يوقفها إلا قوة اليمنيين. لا نراهن على صالح في معركتنا، لكن من المؤكد أن صنعاء قادمة على وضع ليس مطمئن مطلقا. طيب أين ستكون الحكومة الشرعية أستاذ يحيى في يعني ما هو موقفها إزاء كل ما تحدثت عنه الآن؟ لا أحد يستطيع أن يعني باستعراضنا لتاريخ اللي ما قامت به سواء قوى الثورة أو الرئيس عبد الرب منصور هادي طوال الخمس سنوات الأخيرة من 2011. في عام 2011 تنازل شباب الثورة والقوى السياسية وجيش الثورة ممثل بنائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح عن أشياء كثيرة، وكانوا قادرين على حسم المعركة وتجنبوها احتراما لسكان العاصمة واحتراما لمدنيتها واحتراما للسلام الذي كان بإمكانهم الحفاظ عليه، ومنح المخلوع حصانة سياسية لكنه لم يحترمها. أيضا انسحبت القبائل وكان قوة الثورة والتجمع اليمني للإصلاح كان قادرا على المواجهة في صنعاء في عام 2014 والصمود إلى عام أو إلى عامين أكثر، لكنهم انسحبوا وتركوها لقوة الأمر الواقع اللي حين يقر الشعب تسكين مصيره. اليوم سيتكاثرون هؤلاء السفهاء ولا يبالون بمن حولهم او باي مسؤوليه تقع او سيخلفونها. كان الاحرى بهم ان يرموا السلاح كما رماه من قبلهم وان يمثلوا للعداله. اذا اشكرك ناشط سياسي الاستاذ يحيى الثلاية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بالعوده اليك دكتور عادل، تحدثنا عن دور الامارات كاحدى قوى التحالف العربي، ماذا عن السعوديه؟ المملكه ما هو موقفها من كل ما يجري في اليمن، من تحشيد الذي قام به صالح في 70، من المناوشات التي حدثت الآن؟ أعتقد أنه هناك تناغم كبير ما بين الموقف الإماراتي والسعودي حول الموقف من المخلوع والموقف أيضا من الشرعية، وبالتالي السعودية أعتقد أنه أفسحت المجال بشكل كبير للإمارات لتمارس هذا التجريف الواسع داخل ساحة الشرعية، وأيضا لتعزز من قبضتها في المناطق المحررة بشكل كبير، وإخراج الشرعية من الساحة الجغرافية المستعادة بشكل كبير. وبالتالي الموقف السعودي صار صامت وصار مخجل ومعيب تجاه ما تعرض له الشرعية من خروقات هائلة من طرف
قوي وهي الدولة الثانية في التحالف التي تقوده في حق الشرعية. وبالتالي السعودية الآن يعني أعتقد أنه مر وقت طويل أمام ممارسات كبيرة تمارسها دولة الإمارات، صارت تقيم قواعد، صارت تقيم قواعد عسكرية على الممرات، صارت تسيطر بشكل يعني الحديث عن الإمارات، الحديث عن الإمارات ربما يتسق في سياق موقفها من المخلوع، على الأقل ابنه لا زال هناك في الإمارات وليست هناك مشاكل بالنسبة له. لكن السعودية عبر وسائل إعلامها كانت يعني عند بداية عاصفة الحزم كانت هناك نقلة في مستوى التعاطي مع صالح، أسمته بالمخلوع، قالت أنها تلقت منه عرضا بأن تقوم القوات التابعة لأحمد نجل المخلوع بإعادة الحوثي لما كان عليه. الآن هل هناك تغير جديد في هذا الموقف انسياقا لموقف الإمارات أو طريقة تعاطي الإمارات مع الملف اليمني، أم أنها لا زالت متشككة إلى أي طريقة يمكن أن تذهب إليها، خاصة مع مسألة الحكومة الشرعية والمناطق المحررة إلى الآن؟ حقا السعودية معنية يعني بحكم المنطق أنها معنية بإحلال الأمن والاستقرار في اليمن، لأنها تهمها بشكل كبير اندلاع الفتن وتوسعها بشكل كبير وتشظي الصراع ينعكس وينسحب بشكل أساسي على حدود المملكة العربية السعودية، وبالتالي ليس بمقدورها أن تلقم حدة الصراع. وبالتالي أعتقد أنه المملكة العربية السعودية تلامس تماما هذه المخاطر بشكل كبير، وبالتالي هي المفترض أن تتصرف بمنطق المسؤولية تجاه ما يحصل في اليمن. وبالتالي أعتقد أنه معنية هي أيضا في التدخل بشكل كبير من خلال تفعيل المرجعيات، خاصة وأنها تتحرك في إطار المرجعيات في اليمن، ودورها يأتي في هذا السياق استعادة الدولة. وبالتالي الآن على المملكة العربية السعودية وعلى التحالف بشكل كبير أن يمارس ضغوطه على المجتمع الدولي في توصيف ما يحصل في صنعاء بأنه يهدد الأمن والاستقرار لمصالح المنطقة بشكل عام وللأمن والاستقرار في اليمن بشكل كبير. والآن بدأ يفرز بشكل كبير هذه الصراع بين شقي الانقلاب بأنه فجر مشاكل كبيرة جدا لا تنعكس فقط على اليمن وإنما على المنطقة برمتها. وبالتالي ما كنا نندد به بشكل مستمر أو تندد به الشرعية من أن الانقلاب هو المسؤول الأول عن كل هذه الاحتراب وهذه الحرائق الواسعة في حق اليمنيين، بالتالي الآن صار حقيقة مدركة، وبالتالي المفترض على المملكة العربية السعودية أن تستغل وتستثمر هذه اللحظة لتضغط أيضا على المجتمع الدولي في تفعيل المرجعيات بشكل كبير والضغط باتجاه استعادة مؤسسات الدولة ودعم الشرعية بشكل مطلق في استعادة حقها المغتصب من قبل هذه القوى التي تعبث الآن بالأمن والاستقرار في اليمن. طيب إذا ما أجئنا إلى محور ربما دولي أكثر بعلاقة الدول الكبرى بما يحدث بداخل اليمن، عندما يعني هناك يكون تهديد لأكثر من 2 مليون مدني، ربما على هذه الدول أن تتحرك إزاء الأحداث، عن يعني تصدر تصريحات على الأقل عبر سفرائها والجهات المعنية في دبلوماسياتها. بما يحدث في اليمن ومن مناوشات في صنعاء تحديدا بين طرفي الانقلاب، يبدو أن يعني لم نسمع صدى أو رجع صدى من قبل هذه الدول أو موقف معين من قبلها تجاه ما حدث في صنعاء. برأيك كيف تراقب هذه الدول، بريطانيا مثلا، الولايات المتحدة الأمريكية وحتى روسيا، كيف تراقب ما يحدث بداخل صنعاء تحديدا؟ حقا هو الموقف الدولي عادة في حينما تتفجر مشكلة في أي مكان أو تنفجر يعني قضية في أي قطر من الأقطار يتميز بالبطء والتريث، فالمجتمع الدولي بطيء دائما في اتخاذ مواقف تجاه هذه الأزمات، وبالتالي هذا معروف. الأمر الآخر، المجتمع الدولي يبارك بشكل مطلق وواسع لدور التحالف، والتحالف أيضا يسير وفق أيضا اتساق كبير مع المرجعيات التي أيضا هي تمثل القانون الدولي، وبالتالي المسؤولية هنا ملقاة على التحالف. على التحالف هو المفترض يخاطب المجتمع الدولي من خلال هذا الفوضى، من خلال هذه الفوضى المتفجرة الآن بصنعاء، ومن خلال أيضا التداعيات الخطيرة على الأمن والاستقرار وعلى أيضا المدنيين الموجودين في العاصمة المكتظة، في مخاطبة المجتمع الدولي الآن وفي استجداء
المجتمع الدولي للتدخل أيضا لتفعيل المرجعيات. أعتقد أنه المجتمع الدولي يتحرك وفق التحالف، لأن التحالف أيضا يتحرك وفق المرجعيات، ولأن التحالف هو المعني بشكل أساس في المشهد اليمني، وهو الذي يمتلك النفوذ الأوسع الآن ويقبض على الممرات والموانئ والأكثر نفوذ في المشهد العسكري والسياسي في اليمن. وبالتالي دور المجتمع الدولي لا يخرج كثيرا عن التحالف، ومن هنا نحن نشدد على دول التحالف لأن تلعب في هذا الوقت في هذا الظرف الحرج في مخاطبة المجتمع الدولي من أجل الآن إبراز الحقيقة بشكل كبير وإقناع المجتمع الدولي، وأيضا التحشيد حول مسألة المرجعيات وحول المضي في الدفع في استعادة الدولة ودفع ودعم الشرعية. لأن الآن الانفجار الكارثة التي يدفع بها أيضا شقي الانقلاب صار الآن محقق، وصار الآن التصعيد والتوتر مشهود على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي وعلى أعلى القيادات، وبالتالي العاصمة أمام اشتعال حقيقي وبالتالي وانفجار موقف بلا شك، والأمور تتدافع بشكل سريع، وهناك حشود قلنا تتدافع من صنعاء باتجاه صعدة، وهناك أيضا حشود مضادة للمخلوع في صنعاء، والأمور والجميع أيادي على الزناد، وبالتالي هناك قضية على الموقف الدولي على المجتمع على الدول التحالف أن تلعب بشكل كبير من لقمة على كل الأصعدة الإقليمية والدولية للقمة هذا الصراع والتدخل بشكل سريع الآن لمعالجة موضوع حساس ومهم، وهو هذا الانقلاب الذي قلنا هو السبب الأساس والرئيس في المعركة برمتها وفي هذه الحرائق الكبيرة التي أدرج بها اليمن، والآن انحصرت في صنعاء، وعلى الدول التحالف تتحمل مسؤوليتها بشكل واضح. طيب يعني إذا ما جئنا إلى قراءة لما يمكن أن يحدث خلال الأيام القليلة القادمة دكتور عادل، ما هي التوقعات التي يعني ترجح حدوثها بالنسبة للأوضاع في صنعاء؟ أعتقد أن الصراع سيستمر وسيتفجر بشكل أعمق وأكثر، والحرب محتمة، خاصة وأن هناك الإعلام الآن إعلام حرب بين شقي الانقلاب، فبالتالي الأمور محتدمة ومحتقنة بشكل كبير على مستوى أيضا الجماهير، هناك تعبئة من قيادات المؤتمر الشعبي العام لإنصار المؤتمر أيضا، وأيضا هناك تعبئة مضادة، وصنعاء قلنا هي الساحة المفتوحة والساخنة لهذا الصراع، وبالتالي الأمور تتدافع باتجاه الحرب، هذا أمر محتم. لكن أعتقد أنه المخلوع أيضا لديه قوات كبيرة من الحرس الجمهوري، ولديه أيضا قوة أمن موجودة في صنعاء وهي مستعدة أيضا، وهو يعمل على بشكل كبير على أيضا تأجيج الصراع لهذا اليوم. أيضا هناك قبائل كبيرة قلنا حول صنعاء وهي التي تضمن دائما حسم الصراع في صنعاء، واعتقد أنه لها علاقات كبيرة للمخلوع، له علاقات كبيرة بهذه القبائل، وبإمكانها أن تقطع الطريق على القوات الحوثي وتحصرها في صنعاء. أعتقد أنه من يسيطر على صنعاء هو يحسم الصراع برمته في الهضبة، على اعتبار أن صنعاء هي العاصمة وهي التي من يقبض عليها يستطيع أن يحسم المعركة بشكل كامل، والأمور تسير باعتقادي لصالح المخلوع. أشكرك دكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وأنا الزملاء في طاقمي العمل التحريري والفني، إلى اللقاء.